الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فاوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحزم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي يلا اهلا بيكم ويوم جديد من ستارز اوف فانتسي والنهارده اكيد مباراه جديده ما بين العالمي والثعلب ولكن حازم في غيابه يغادر امريكا دلوقتي ولكن برضه ينتصر حتى وهو خارج البلاد إيه لا ده ماشي يا معلم الايام دي ده 39 38 فرق نقطه فرق نقطه الدنيا ماشيه معاه ومروق في امريكا برضه فالدنيا مش عايزه تزعله مش عايزه تديله ظهرها الدنيا مظبطه معاه قبل ما اخش بقى على ده سريعا كده الدوري المصري تمام مباراه امبارح ايه اللي حصل ماتش ايه مقص لا ماتش يعني فرطنا في فوز كنا قريبين ليه مره تانية الاخطاء الساذجه الدفاعيه بتكلفنا عدد نقاط كان يكفي دلوقتي ان احنا نكون في المركز اللي احنا كنا عايزين نبقى موجودين فيه في الجدول لكن انا عندي طريقه واحده بس للعمل وهي الصمت والاخلاص في عملي الناس بتتكلم في ثلاث حاجات يا ميدو منتهى الصراحه ان انت معاك لعيبه كويسه جدا والفرقه مش فايقه طيب خلينا نرد على الناس لان طبيعي ان الناس تتكلم وده شغلهم لكن برضو الطبيعي ان الناس تدرس الكلام قبل ما تقوله نادي مصر المقصه الموسم الماضي في ظل وجود الكابتن طلعت يوسف ووجود جون انتوي ووجود ايريك تراوري ووجود محمود وحيد ووجود لعيبه مختلفه تماما عن اللعيبه اللي موجوده النهارده كان عنده 12 نقطه من 10 مباريات وانا الموسم في مركز يعتبر جيد بالنسبه لامكانيات امكانيات الفريق فالنهارده احنا مش على بعد كتير احنا عندنا 9 نقط صحيح غير راضيين بالمكان اللي احنا موجودين فيه وكنا نتمنى ان احنا يبقى عندنا عدد نقاط اكبر وفي مركز افضل ولكن اللي بيقيم فريق دايما ما يقيمش الفريق على الاسماء اللي موجوده فيه ولكن يقيم على عطاء ومردود هؤلاء اللاعبين في اخر 3 مواسم على الاقل او اخر موسم على الاقل يعني معنى كده معاك اسامي كبيره خذلتك مش قادره تفوق لا لا خلينا اقول لك القصه ايه الكوره في فريق بيبقى عنده هويه وبيفقد هويته فريق مصر المقصه فقد هويته بعد رحيل ايهاب جلال وايهاب جلال قعد 3 سنين علشان يحصد عمله في المقصه ابتدى يحصد عمله في الموسم الثالث وهي دي كره القدم النهارده انا مسكت فريق فيه اسماء مميزه جدا ولكن في اسماء كتيره كان عندها ظروف ان هي ما كانتش بتلعب بشكل مستمر في المواسم الماضيه انت بتتكلم على مصطفى شبيطه جاي من صليبي بتتكلم عن حسني فتحي جاي من عمليه كبيره جدا ما لعبش الموسم الماضي بشكل كبير بتتكلم على فريق فقد جون انتوي واسلام جابر في فتره الانتقالات ودول اتنين لعيبه مميزين جدا جون انتوي الهداف الاجنبي التاريخي في تاريخ الدوري المصري واللعيبه اللي احنا عوضنا بيهم هؤلاء اللاعبين والاسماء دي لعيبه لسه محتاجه وقت كبير جدا علشان نقدر نرجعهم لمستواهم وانا بعترف ان انا عشان ارجع عمرو مرعي ومحمد ابراهيم بالذات لمستواهم المعهود اللي الناس عارفاه بالنسبه لي يعتبر ولاده متعثره وبحاول كل حاجه ان انا ارجعهم لافضل مستوى فني ليهم ولن استسلم هفضل شغال معاهم كل يوم لغايه ما باذن الله اقدر ان انا ارجعهم للمستوى اللي الناس عارفاهم بيه واللي هم نفسهم ان هم يظهروا بيه لكن كره القدم سيف مش بلاي ستيشن ولا المدرب اللي شغال معاه عصا سحريه يقدر يغير الامور في يوم وليله نتكلم على فريق فعلا فقد هويته بعد رحيل ايهاب جلال وده اللي مجلس اداره نادي المقصه ناس يعني عارفين كويس جدا ان ميدو راجل غير ان هو مخلص في عمله ان هو الوحيد القادر ان هو يعيد لمصر المقصه هويته محمد عبد السلام مش عبيط محمد عبد السلام راجل شغال في الكوره هو اصلا رجل بتاع كوره كان راجل لعيب كوره وراجل شغال في الكوره بقاله سنوات وعارف حجم العمل اللي بيقدمه ميدو وجهازه لنادي المقصه لاصلاح الامور فدايما لما نقيم الامور ما نقيمش فريق ده معاه اسماء فلان وفلان 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 لازم نقيم ايه اللعيبه دي كانت بتقدم ايه اخر 3 مواسم
نادي المقص عمل ايه في اخر ثلاث مواسم، كلها حاجات لازم عشان الناس تبقى فير وتبقى عادله في التقييم، لازم ان هي تحط كل النقط جنب بعض عشان في الاخر يقول راي، مش هنطلع في الاخر اسهل حاجه ده معاه لعيبه فلان وفلان وفلان صحيح، لكن اللعيبه دي محتاجه شغل قد ايه عشان تفضل توصل لافضل مستوى فني ليها. ده ما يخص ده نمره واحد. نمره اثنين، صحيح عندي اخطاء فنيه، مفيش مدرب ما عندوش اخطاء فنيه، افضل مدربين العالم عندهم اخطاء فنيه، ولكن شغلتي كل يوم ان انا اصلح الاخطاء دي وان انا احاول اوصل لافضل شكل واوصل افضل توليفه، ان انا اخلي مصر المقصه على الاقل في المكان اللي هي انهت فيه السنه اللي فاتت. وده مش بعيد، الناس بتقول ان مصر المقصه احنا امبارح لو كسبنا كان هيبقى عندنا 11 نقطه صح، كان هيبقى بيني وبين المركز الرابع نقطتين او المركز الخامس نقطتين اللي هو في اللي هو 13 نقطه. ف في ناس يعني طبعا شغله الناس ان هي تقيم، وان هي لان انا في برضه اشتغلت في وقت الوقت محلل ومقيم، كل واحد من حقه ان هو يقول الحق، ولكن من حقي ان انا اصحح لهم معلوماتهم، لان انا اللي عايش جوه المطبخ، وانا اللي شايف الامور، وانا اللي بدرس الامور كل يوم وبتعامل مع اللعيبه دي كل يوم. انا المسؤول الاول والاخير عن نتائج مصر للمقصه، وعندي ثقه كبيره في مجموعه اللعيبه اللي عندي ان شاء الله مع العمل والاخلاص في العمل، وده اللي بقوله لعيبتي كل يوم، هنقدر ان احنا نتخطى الموقف اللي احنا فيه، ونقدر ان احنا نخش في المكان اللي احنا عايزين نكون موجودين فيه. الناس اتعودت على ميدو اللي بيتنرفز بسرعه، اتعودت على ميدو اللي دايما عنده رد فعل، اتعودت على ميدو اللي ممكن بيزهق ويستقيل. ميدو اتغير، ميدو نضج، ميدو اتغير في اسلوب تعامله مع المواقف الصعبه، وده اللي الحمد لله الناس كلها شايفاه، ودي فعلا الحقيقه اللي انا بقولها لك عني. انا النهارده كان اسهل حاجه بالنسبه لي في ظل الظروف الصعبه، زي ما بنشوف مدربين كبار بتعمل يروح رامي الفوطه ولا شكرا يا جماعه المكان ده مش ماشي معايا والدنيا مش ماشيه معايا ويستسلم ويمشي. لكن انا في طبعي مقاتل، وبقاتل على 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 مكان اكل عيشي، وعلى المكان اللي انا شايف اللي عنده كل الامكانيات اللي هو ان هو يقدر يكون موجود في مكان جيد يستحق المكانه دي، ولكن لازم الكره فيها صبر، ما فيهاش التحكيم يوم معاك ويوم عليك. انا ما بعلقش على التحكيم، التحكيم ساعات بيفيدك وساعات الاخطاء على كل الانديه. فادك في طنطا؟ انا في رايي ان الكره في طنطا مش ضربه جزاء، وكره امبارح مش ضربه جزاء اللي علينا، الكره اللي على تسوقي فيها ضرب، عمري ما بعلق على التحكيم. ضمن برضو الحاجات اللي استفدت منها سيف في العمل ان انا ما بعلقش على التحكيم ولا بدي فرصه لحد، التحكيم بسنده وعلاقتي بالحكام حكام كويسه جدا. كلام محترم. طيب انا مهم جدا ان انا اتكلم معاك، لان مهم جدا ان انا اوضح للناس الامور بما يخص فريق مصر المقص. ميدو مش ما بقاش المدرب اللي بيسمع، ما بقاش المدرب اللي بيتاثر بالعوامل الخارجيه، ما بقاش المدرب اللي بيبقى عنده ردود افعال للكلام الناس بتقوله. انا ودي نقطه مهمه جدا، طريقه عملي اصبحت واضحه، ان انا الصمت والاخلاص في العمل ومعالجه الاخطاء لغايه ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. اتفق مع محمد عبد السلام ان انت هتاخد نفس لما توصل للنتيجه دي؟ طبعا، الراجل اللي هو محمد عبد السلام راجل عنده درايه كبيره جدا بما يحدث داخل الفريق، وعارف كويس جدا المشاكل العويصه والصعبه فنيا اللي بتواجهني. انا راجل اتعرضت لمشكله خطا في اجراءات القيد كلفتني ايمن حفني، اللي النهارده لو كان موجود معايا كان على الاقل هيخليني عدد على الاقل عندي 6-7 نقط اكتر. كلفني كيفن افضل لاعب نمره 8 في الدوري المصري اللي ما قدرتش اقيده بسبب هذا الخطا الاداري، ولكن الاخطاء كلنا بنتحملها مع بعض، احنا بنكسب وبنخسر مع بعض، لما ميدو بيعمل خطا فني الجهاز الاداري بيتحمله كمان، هي دي عقليه نادي المقصه، ودي عقليه ميدو اللي شغال بيها. عايز اقول ان محمد عبد السلام برضو عارف كويس جدا امكانيات ميدو الفنيه، يعلم تماما ان هو يمتلك مدير فني، هو المدير الفني الوحيد الذي يعمل في مصر نجح فنيا في الدوري السعودي، واحد من اقوى 20 دوري في العالم، وفي نفس الوقت مع احترامي للجميع الدوري السعودي من اكبر نادي فيه لاصغر نادي فيه لم يقدم اي عرض لاي مدرب يعمل في الدوري المصري، المصريين والاجانب. فمحمد عبد السلام عارف الكلام ده كويس جدا، مع احترامي للجميع طبعا. ميدو نجح في الانتصار وفي عمل نتائج ايجابيه الموسم الماضي امام مدربين عندهم 60 و65 سنه واصحاب خبرات كبيره جدا، فهو عارف ما يمتلكه. بن 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 بنمر بمشاكل، بعض المشاكل الفنيه بنمر بمشاكل فنيه معترفين بيها،
عارفين ان احنا عايزين نبقى في مكان افضل، عارفين ان احنا عايزين نبقى في مكان افضل، لكن عندك كذا طريقه ان انت تشتغل بيها، ان انت تتكلم كتير وتعمل قد كده وتشتغل قد كده، او ان انت ما تتكلمش وتركز في شغلك، وهي دي الطريقه الوحيده صدقني من خلال خبراتي في العمل كلاعب وكمدرب. كل الاوقات اللي بتنجح فيها هي الاوقات اللي بتسكت وان انت بتشتغل وبتصلح اخطائك. الاوقات اللي بتتكلم فيها كتير وبتنشغل بالرد على الناس والرد بما يقال هي الاوقات هي الاوقات اللي تفشل فيها. واثق ثقه كبيره جدا في مجموعه اللعيبه اللي معايا ان احنا نقدر ان احنا باذن الله نتخطى هذا الموقف ونكون موجودين في المكان اللي احنا. اللي بيحصل في الزمالك يعني بص، الزمالك في مشاكل كبيره جدا، المشاكل دي واضحه للجميع، والزمالك اعتمد على مدير فني ميتشو في بدايه الموسم واجاد بشكل كبير جدا عشان نكون منصفين في بطوله الكاس، والزمالك قدم كره جميله جدا وفاز بالبطوله، ولكن مع بدايه الدوري انا في رايي ان مشكله المستحقات الماديه اخذت من 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 من, من تفكير اللاعبين وخدت من تفكير اللعيبه حيز كبير جدا، مش عشان الفلوس متاخره بس، علشان برضو كيفية التعامل مع الأزمة. التعامل مع الأزمات هو أهم شيء في كرة القدم، أهم شيء في الحياة، لكن أهم شيء في أي بيزنس، ولكن في كرة القدم إزاي أن تتعامل مع الأزمات. بلس أن أنا في رأيي ودي نقطة مهمة جدا، أن إحنا أو نادي الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا، أن في بعض اللاعبين الكبار جالهم عروض في بداية الموسم، عروض ماديا مغريه جدا، مش صحيح مش عروض من انديه اكبر من انديتنا من نادي الزمالك. اللعيبه دي رفضت ان هي تمشي او تم اقناعها ان هي ما تمشيش في مقابل تعويضها بشكل معين، وهو ما لم يحدث، وهي دي المشكله الكبيره في رايي اللي بتواجه نادي الزمالك واللي هتواجه اي مدير فني يمسك نادي الزمالك. انت النهارده لما يكون عندك الثلاثه الاربعه اللعيبه الكبار اصحاب شخصيات قويه موجودين داخل غرفه خلع الملابس، مش قادر تسيطر على اهدافهم، ومش قادر تسيطر على هل هم قادرين ان هم يحمسوا ويشجعوا ويخلوا الفريق كله ان هو يشتغل هدف واحد. انت ازاي بتخلي مجموعه انها تشتغل هدف واحد؟ ان انت تستخدم اللعيبه الكبار، الاربعه خمسه لعيبه الكبار. لو الثلاثه اربعه خمسه لعيبه الكبار دول مش معاك، عمرك ما تقدر تقوم فريق. فانا باشفق على كارتيرون، وباشفق على ميتشو، وباشفق على اي مدير فني يمسك الفريق في ظل ظروف غرفة خلع ملابس نادي الزمالك. ودي نقطة مهمة جدا، الناس بتتفرج على ماتش الكورة بتبقى فاكرة ان هو ايه الملعب بس. لا، مش الملعب. انت النهاردة لما يكون عندك 2-3 لعيبة قلبهم مش معاك، او هم معاك بس مش قادرين، او خلينا نقول بطريقة ايجابية وحلوة جدا ان هم بيفكروا في نفسهم بس دلوقتي، ما بيلموش 3-4 لعيبة اللي حواليهم، او مشتتين ذهنيا. لما الثلاثة أربعة لعيبة الكبار اللي يكونوا معاك دول مشتتين ذهنيا، عمرك ما هتقدر تخرج بنتائج حتى لو كنت أفضل فريق فنيا. وأنا بقول لك اتفرجت على ماتش سموحة، لسه كنت بتكلم معاك. ماتش سموحة الزمالك قدم مباراة فنيا لغاية الدقيقة 65 أو الدقيقة 70 في رأيي واحدة من أفضل المباريات اللي قدمها في السنوات الأخيرة. ولكن عدم وجود الإصرار من المجموعة على هدف واحد خلى ان الفريق ما يقدرش ان هو يكسب المباراة في الآخر. طب الأهلي بطل الدوري؟ الأهلي بطل الدوري خلاص. صعب ان انت ترجع في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك ان انت ترجع مرة تانية. كلام قد يكون مؤلم لبعض الزملكاوية، قد يكون مؤلم، وفي بعض الزملكاوية ما بيحبوش ان هم يطلعوا يقولوا يتكلموا بالشكل ده، لكن لازم نبقى واقعيين. الأهلي بيمر بحالة استقرار كبيرة جدا على المستوى الإداري والمستوى الفني، عنده مجموعة لعيبة مميزة جدا، وكل الظروف النهاردة بتخدم الأهلي ان هو يكون بطلا الدوري. ولكن في نفس الوقت وصدقني وانا بقولك الكلام ده وانا عارف انا بقولك ايه، الأهلي هيواجه مشكلة كبيرة جدا لما يجي يلعب في الجولات المتقدمة في بطولة أفريقيا، بسبب سهولة مباراة الدوري بالنسبة للأهلي هذا الموسم. أنا مغير الأحوال. ودي خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. أنت النهاردة عندك باريس سان جيرمان على سبيل المثال بيعاني معاناة كبيرة جدا بسبب يعني إنه كان الدوري هو اللي بيقويك تطلع دلوقتي. لا. الأهلي هيعاني مشكلة ضعف الفرق. طبعا طبعا، لأن أنت النهاردة أوتوماتيك أنت في لعيبة النهاردة بتقدم مستوى مع الأهلي في الدوري المحلي، اللعيبة دي مميزة جدا، لما وده ممكن يكون خادع. الأهلي الحقيقة فايق بشكل كبير جدا. ماشي أوكي. طبعا الأهلي عنده حلول وعنده ورق وعنده استقرار وعنده أداء. ماشي،
بس النهارده انت في لعيبه بتقدم مستوى فني مميز جدا امام بعض الفرق المحليه. النهارده وفي رايي دي المشكله الكبيره، اللعيبه دي مش هتقدر تقدم نفس المستوى لما تيجي تلعب الترجي والنجم الساحلي ومازيمبي وتلعب الفرق دي. احنا اختلفنا في الحته دي، انا بقى بقول لك على مسؤوليتي، الاهلي السنه دي في البطوله الافريقيه هيقدم اقوى عروض، اتمنى، والبطوله الافريقيه تقترب منه، اتمنى، ولكن اتمنى ان كلامك يكون صح، لكن صدقني من ناحيه التقييم الفني، وانا راجل لما باجي اتكلم في الكوره بتكلم من كلام، انا بتكلم فني، لا انا بكلمك فنيا. خليني ارجع لك تاني الموضوع بصيغه مختلفه. هل اسهل للمدير الفني ان يكون الدوري اقوى في ظل مشاركته في البطوله القاريه؟ اقوى طبعا، بس اقوى بيروح بينهك برضه. طيب. هو دلوقتي هيروح ماتشات افريقيا برضه فايق واقف على رجله بشكل قوي. صدقني ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، ولكن سلبياتها اكتر من ايجابياتها. انا بقول لك انا مدير، بص في ناس بتطلع تتكلم في الكوره كتير في التلفزيون، ناس بتفهم كوره ولكنهم ليسوا مدربين. المدرب الوحيد اللي يحس بالمدرب، وده لا يقلل من 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 اي حد اي حاجه، ولكن انا دايما بحس بالمدرب. المدرب لما يكون بيشتغل ويكند ويك اوت او كل اسبوع ضد منافسين اقل بكتير جدا من منافسين مره واحده هيلاعبهم، ده بيعتبر مزعج جدا بالنسبه لاي مدير فني فاهم وعنده خبرات. فصدقني النقطه دي الاهلي هيواجه مشكله ان هيبقى في فرق كبير جدا في المستوى ما بين المستوى المحلي اللي بيلعبه او الخصم المحلي والخصم اللي البطوله الافريقيه جايه، وان شاء الله كلام يطلع صح واحط عليك ان شاء الله ونظبط. المشكله ان انت لما بتطلع غلط بتلحس كلامك. لا لا والله بتلحس كلامك، هو موجود اهو كلام موجود، احنا هنغيره ليه؟ هلحسه اغيره في ايه؟ ما احنا موجود اهو الكلام متسجل. نشوف حازم امام من امريكا هيقول ايه قبل ما نتكلم على الدوري الانجليزي، وهنتكلم النهارده حازم متفوق على ميدو فرق نقطه، هنرجع نتكلم على الدوري الانجليزي. نشوف الاول حازم بيقول ايه من امريكا ونرجع لكم تاني. صباح الخير عليكم، طبعا مساء الخير عندنا، لكن صباح الخير عندك طبعا يا سيف، انت وميدو وحشتوني جدا والناس كلها وحشتني. يمكن هارد لك يا ميدو الاسبوع ده، معلش فرق نقطه غلصه طبعا، لكن قدرت اكسب وارجع تاني نتعادل، المره الجايه ان شاء الله برضه هكسب. الدنيا كانت صعبه الاسبوع ده، ويمكن انا قلت لك في الحلقه اللي فاتت مش هنجيب نقط كتير لان في ماتشات كانت صعبه جدا، كان توتنهام مع تشيلسي، كان مان يونايتد مع ليستر، مان سيتي مع ليستر، ماتشات ايفرتون مع ارسنال، كل ماتشات اللي فيها لعيبه كتير عندنا بيلعبوا بعض، وبالتالي هتبقى نقط قليله جدا، وفعلا نقطنا كانت قليله، لكن انا حظي حلو كسبت كاميدو وكسبت في الكاس تاني جوله، وعندي ماتش في الكاس الجوله الثالثه. يعني هو الراجل مسافر امريكا وبيتنطط عليك. انا سايبه هو الايام دي بتاعته. لا بس طالع في ايام كده. وبعدين وحشتوني ايه، هو بقى مسافر بقى له 5 سنين. يعني الغربه وحشه. اولادنا في الهجره، اولادنا في الخارج. بس يعني حاطط عليك حتى من امريكا. لا لا يا عم، فرق نقطه، فرق نقطه، ده هو حتى نفسه مكسوف من الكلام اللي هو بيقوله. محرج. فرق، لا لا فرق نقطه. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم على الدوري الانجليزي. قبل ما نتكلم على الجولة دي ونتكلم طبعا على الجولة ال 18 وفوز حازم على ميدو وفرق نقطة، نشوف كده حازم برضه هيقول ايه من امريكا، ارجع لكم تاني. ماتشات كانت صعبة، يمكن مان سيتي يكسب ليستر كانت مفاجأة، وده يمكن يخلي ليفربول يريح جدا، يبقى الدنيا بالنسبة له سهلة جدا، انه بقى فرق كبير جدا عطل على ليستر، وفرق بينه وبين مانشستر زي ما هو 14 نقطة لو كسب طبعا الماتش المؤجل، وليفربول هيطير متهيألي الفترة الجاية، وعنده في 3 ماتشات عندنا في الأسبوع ده في البوكسينج دي، يعني هنتفرج على بريمير ليج لذيذ وحلو، واللي هيقدر يعدي منه بشكل كويس هتفرق معاه جدا في سباق القمة. يعني حازم واضح ان هو نفسيته جت على امريكا، طبعا عنده حالة سعادة، كسبان بيتكلم بارتياحية شديدة. البوكسينج داي كل العالم كله بيريح في الفترة بتاعت الكريسماس الا الدوري الانجليزي والدوري المصري والدوري مالناش علاقة احنا بالموضوع. يعني طبعا بص، هم بيعتبروا فرقه الكوره او لعيب الكوره انترتينر، يعني راجل زيه زي الممثل، زيه زي الـ 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 الناس اللي شغاله في السيرك، ناس زي الناس اللي شغاله في الارت، ناس ما بتقفش في الاعياد، لان الناس دي شغلتها ان هي يعني
تدي سيرفيس يعني تدي سيرفيس للناس ان هي تتبسط متع الناس يعني طبعا متع الناس. فده لعيب الكوره وده الناس اللي شغاله في الكوره. احنا متعودين طول عمرنا في البريمير ليج كنا بنلعب في الماتشات يوم الكريسماس ويوم ال والكريسماس ايف والبوكسينج داي والنيو ييرز ايف وتاني يوم راس السنه كل بتلعب على طول في الاوقات دي. وبالعكس تبقى اكتر اوقات بيبقى فيها ضغط مباريات بسبب السبب اللي انا قلت لك عليه ده ان هو بيعتبروا لعيب الكوره انترتينر او او او, أو راجل شغلته ان هو يمتع الناس. والاهم من كده تي في رايتس وحقوق النقل التلفزيوني دي الباكج دي يا سيف بتبقى اغلى ماتشات اغلى ماتشات بتتباع للتلفزيون. ضغط عليها كبيره. لا عشان كل الناس قاعده قدام التلفزيون بتتفرج يعني الناس بتبقى راحه وهتلاقي فيها ماتشات دايما كبيره لان الناس بتبقى راحه عندهم عشاء مع بعض وقاعدين مع بعض في التلفزيون بيتفرجوا على ماتش مثلا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد او ليفربول ومانشستر يونايتد. ده بالنسبه لهم جزء من الكالتشر او جزء من ثقافه الانجليز. هم مش عايزين يتخلوا عن النقطه دي ابدا. مدربين كبار. انت شخصيا عندك ماتش في النير. عندي ماتش مع الاهلي في النير. ان شاء الله نبدا السنه بشكل كويس. يعني ماتش صعب طبعا ولكن المقصه دايما فريق بيجيد امام الفرق الكبيره. وعندي ثقه كبيره جدا ان ربنا ممكن يكون شايل لنا الخير امام فريق كبير زي الاهلي. ماتش فنيا صعب ولكن قابلنا سوء توفيق كبير جدا في بعض المباريات. جوان بتخش فينا اخر دقيقه ضربات جزاء في اخر الدقائق سوء توفيق كبير جدا. وانا بقول ان ممكن يكون ربنا شايل لنا يعني او نتيجه عملنا ممكن ترجع في مباراه كبيره. تخش على فريقك بقى الاسبوع ده ومين اللي جاب لك النقط دي؟ احنا عندنا عايزين نجيب النقط بالظبط. عندي باتريتشيو من وولفرهامبتون حارس المرمى 4 نقط، مندي مانشستر سيتي 5 نقط كلين شيت، كيلي كريستال بالاس 2 نقط، اوريه توتنهام 1 نقطه، لسه سيتي سوينشو 0. طبعا الديفنس عمل معايا مشكله كبيره جدا. خط الوسط كانتول من نورويتش سيتي كانتول هو اللي عمل معاك البوله. ورغم ذلك فرق نقطه يعني هدف بلس 3 10 نقط. مارسيال 4 نقط، كان الكابتن وسون توتنهام خد طرد فبقى ماينس 1. خط الهجوم اسبوع صعب جدا بالنسبه لي. فاردي 9 نقط، جاب جول وبونس 3 نقط، ابراهام تشيلسي 2 نقطة، وايو كريستال بالاس 2 نقطة. يعني يعتبر واحد من أسوأ الاسابيع بالنسبه لي. طيب نتائج الاسبوع المفاجاه بقى او الحاجه المفاجاه في نتائج الجوله 18. الجوله 18 ايفرتون وارسنال 0-0. مباراه كان بيشاهدها الاثنين مدربين الجداد من المدرجات، ارتيتا مدرب ارسنال الجديد وطبعا انشيلوتي مدرب ايفرتون. ارسنال المره الاولى من 36 سنه بيروح لفتره الكريسماس وهو مش في الجزء او النصف الاعلى من الجدول. وده بيوريك ان ارتيتا عنده مهمه صعبه جدا مع الجانرز. استون فيلا ساوثهامبتون 3-1 لساوثهامبتون. داني انجز بيواصل التالق وبيوصل ل 11 هدف. ليفربول بيحافظ على الفارق، ده شيء برضو مهم طبعا. ليفربول انا مش سهل ان حد يوقع، هيقعوا في ماتشات بس اعتقد ان يعني صعب جدا ان حد يحصلهم في البريمير ليج. هي السنه دي بتاعتهم. احسن فريق في اوروبا ليفربول. احسن فريق في اوروبا. فريق يعني جامد جدا، افضل من ليفربول، افضل من برشلونه وريال مدريد دلوقتي. افضل من برشلونه وريال مدريد بكتير. وده يخلي اللعيبه ما بقاش عندها طموح تنقل. ما ده انا كنت بقوله لك ان دلوقتي لما في لعيبه من ليفربول كان زمان اي لعيب بيجي له من برشلونه ولا مدريد بيبقى عايز يروح. دلوقتي لا، لعيبه بتفكر بتقول لك ان ليه ممكن اصنع تاريخ مع النادي في نادي اوريدي اصلا عريق ونادي عنده ثقافه كبيره جدا وعنده بادجت الفلوس هو ميدو. يعني حتى لو الفرق قليل اعتقد ان اللعيب ممكن يختار ان هو ما ياخدش الريسك وان هو يبقى في ليفربول. الا بقى لو شايف مشروع بيتعمل مثلا في ريال مدريد او برشلونه وهو جزء منه ومشروع كبير جدا. خلاك اللعيبه دي وهي راحه بتبقى عايزه تعرف مين اللي رايح، مين اللي ماشي، مين اللي جاي، المدرب قاعد ولا لا. كل دي حاجات بتبقى في البروجكت اللي متقدم للعيب. من وجهه نظرك الافضل في افريقيا منافسه صلاح وماني ومحرز. ماشي يعني بس هيبقى بعيد. لا يعني بص، محرز كسب كاس الامم الافريقيه ودي نقطه خلي بالك بتعزز بشكل كبير جدا اللعيب اللي ممكن يفوز بافضل لاعب في افريقيا. فما تستبعدش محرز بس اداء الفتره اللي فاتت اداء في الدوري ما هي ملهاش علاقه باداء يعني. خلي بالك ان ده تصويت
ودايما بيبقى فيه يعني افضليه كبيره للاعيب اللي فاز ببطوله كاس الامم الافريقيه. طب انت من وجهه نظرك مين؟ انا في وجهه نظري ان حصل تفاوت ما بين اداء اللعيبه الثلاثه خلال السنه. في وقت من الاوقات صلاح كان فايق جدا زي الفتره الاخيره، وماني مش بنفس الليفل. في وقت كبير جدا كان ماني مؤثر بشكل صح. اكبر وصلاح ما كانش بنفس الليفل. ومحرز على مستوى مانشستر سيتي ما بيشاركش بشكل اساسي، ولكن على مستوى منتخب الجزائري قدر ان هو يفوز مع منتخب الجزائر في بطوله كاس الامم الافريقيه. انا في رايي ان ماني هيفوز بجائزه احسن افضل لاعب افريقي، هو اللي عنده الادفانتج الكبيره، يليه محرز ثم صلاح. لا ازاي بقى؟ ده رايي. ده رايي اللي هيحصل يعني. ده انا مش ده اللي اتمناه، ولكن انا رايي ده اللي ممكن، ده اللي ممكن يحصل. طيب انا رايي صلاح ثم ماني، وبرده هنستنى النتيجه عشان احط عليك تاني. اتمنى، لكن انا بقول لك ان ماني عنده ممكن افضليه كبيره. طيب نطلع فاصل ونرجع نتكلم على لقاءات الجوله 19 وتوقعات ميدو بعد الفاصل. نفتح الجولة 19 نشوف حازم برضو من الغربة هيقول ايه ونرجع لكم. يمكن عندي حصلت طبعا الصن بيكتر، ودي حاجه غريبه جدا يعني. صن من اللعيبه المهمه جدا اللي اتطرد، وخمالي ماينس كانت مفاجاه ليا بشكل كبير. من الحاجات برضو اللي عايز اقولها بالنسبه لي الاسبوع اللي فات اللي فرق معايا جدا فاردي، ويمكن انا حطيت ريتشاردسون على اساس انه هيلعب مع ارسنال ويعمل شغل كويس، لكن طبعا ما عملش حاجه وجاب 6 نقط وكنت مكابتنه. فاردي عمل شغل كويس، يمكن فاردي عمل موسم اكثر من رائع. كنت مراهن على فرقه مانشستر يونايتد، الاثنين وحشين جدا، عندي جيمس وعندي راشفورد لسه حاطه جديد. كنت فاكر ان مانشستر يونايتد، ودي من الحاجات الغريبه جدا السنه دي، مانشستر يونايتد كل الماتشات الجامده مع الفرق الكبيره بيعمل نتائج جامده جدا يعني. هو الفرقه الوحيده يتعادل مع ليفربول، كسب مانشستر سيتي، كسب توتنهام، يجي مع فرقه الصغيره ومش باين ويخسر يعني. يخسر من واتفورد، فرقه يعني مش اللي هي ممكن تعمل لك قلق يعني. كل الناس كانت، وانا كنت فاكر ان الماتش هيبقى سهل جدا على مانشستر يونايتد يخسر من واتفورد، لكن هذه البريمير ليج. الاسبوع الجاي هعمل تغيير، غالبا هيبدل لي هو مكان سون وهكابتنه برضو، لانه ماشي كويس مع مورينيو ساعه ما جه، ماشي كويس بيجيب جوان كتير، فربنا يسهل ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وحشتوني جدا جدا سيف وميدو، بالتوفيق ميدو ان شاء الله اللي جاي احسن ليك باذن الله. كلنا عندنا امل فيك وثقه فيك كبيره، ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن. هي الكوره كده، ما تتضايقش وما تزهقش يعني. حقك تعمل اللي انت عايزه، قاعد بقى بتتفسح ومبسوط بتاع. يا رب اجازه سعيده ان شاء الله لحازم مع اسرته، وان شاء الله باذن الله يرجع بالف حمد لله على السلامه. وطبعا بنفتقد حازم كثيرا، لان حازم اضافه كبيره جدا في اي حته. نرجع سريعا الجوله 19. توتنهام برايتون، في رأي توتنهام اقرب. استون فيلا نورتش سيتي، تعادل. ارسنال، تعادل. تشيلسي، ساوثهامبتون. تشيلسي هيكسب. كريستال بالاس، ويست هام، تعادل. ايفرتون بيرنلي، ايفرتون هيكسب. واتفورد، تعادل. مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد هيكسب. ليستر سيتي، ليفربول هيكسب. مانشستر سيتي، مانشستر سيتي هيكسب. ميدو شرفتني، جود لك ان شاء الله في اللي جاي. ان شاء الله لنا كل التوفيق. شكرا. حلقه جديده استنونا في الجوله 19 للدوري الانجليزي، هيكون معانا ميدو من هنا وحازم من امريكا في اي حته، هنجيب اي حد ما تقلقوش. شوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. Stars of fantasy.